وأحياك عيسى بعض موتى لقومه وبالمس نال الأسقمون كذا الشفا لموسى مياه من رخام تفجرت ومن كف خير الخلق سال ونيفا. ياب دندوكل ياب دنيان برم بي سبحانه وتعالى من نغول ني سون جاميال لي واخني ني نيوات دي فاتلي سينو بوب دي فاتلي جاميال لي تي لو خامني يونتبي صلى الله عليه وسلم موكو ديغال اوقاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الآخرة وهو حكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد يونس صلى الله عليه وسلم وجكر لكمينا أيها الناس اتقوا الله رجل لن يلا ويو توبوا اليه توب لن جميت برم سبحانه وتعالى واعلموا خم لن انه نكل مير تمير مهما بلغ العبد من السنوب والمحاسي جمال بو خمين جتنا ابجام تي اي بكار اكي موي فانه نكل مير موم لا يجوز له دغنوت الخنوت من رحمه الله مناغو تي يرمانده يلا jamono bo xamé na ab jam defna bakkar wala mu def ak moy dagunu ci mom mu nagune yalla dotuma yaramati wa tarakul tawbatin wala mubaytu ndax fa inal ghunwata min rahmatillahi nagu ci yermande yalla na yalla dotuma jegalati koko lola kufrun la wa dalalun ak weddila ak ak reer qala tahara baram bina innahu nakal yimbir taymir لا يعش من روح الله الا القوم الكافرون ام بو كين تي ين دي ناغو تي يرماندي بروم بي لودول كو خامني دا فا ويد قال تعالى بنن اي من ومن يقنط من رحمه ربي الا الضالون ام كين كوي ناغو تي يرماندي بروم بي لودول نيغا خامني دانيو ريب بنن اي من يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو غفور رحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من ين سماي جام سونغن دافي لو جيغي لو داغان ديم سي لو حرام سي سين بوب لورا تيم بولن ناغو سي يرماند يالا سونغن توبي بروم بي سبحانه وتعالى من لين جيغال باخ يالا موي جيغال مبولم بكار يي تا موي كي يرم بون دال ني ني ديف موي وأنيبوا إلى ربكم دلو لين سين بروم wa aslimu lahu ngien debul ci sen borom yonent sallallahu alaihi wasallam moy wax ak xeta mune bon fa tubu ila allah na ngien tuub dem ci sen borom wasaduhu ngien ñaan ko an yughizakum mu xettal len su fekke da ngien beug taw wa ahyu ta ngien dundal sunnat nabiyikum sen sunna su yonent bi iqamati salatil istisqa'u ci taxwal julli gi ñi wax bawuna فإنه نكم من أكاد السنن بكنا في سنة تدل إذن بن فريو فرو إلى الله دورن جم في برم سبحانه وتعالى وأخرجوا تنين جم إلى مزلاكم جم تسين جلي كاي ينين جلي باونان متوادعين ينين ترخل البرم بي متقشعين ينين رجل البرم بي musharina ngeen feñal sen bop li faqarikum wa ajatikum ci ñak gi ngeen ñak ak haaju gi ngeen xamne aaju ngeen ko jeme ko ci borom bi subhanahu wa ta'ala kama kama yaf'alu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam non la ko yonentu sallallahu alayhi wa sallam daan defe an ibnu abbas radiyallahu anhuma fi wasf khuruj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li istisqa قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متوادها متقشعا مترسلا عباس نتلنا من كان يلم تدجنان دم دي باونان دافا دان تروخ لول بروم بي موي راغال لول بروم بي موي سيبتي كوي درجه سو دمي با اغ تي جولي كاي با فصلا ركعتين مو جولي نياري ركعه كما يصلي العيد كوم ني جولي عيد
يقول دانا وخ عند المطري صوباونا نيبا باري بندخ ندواتي من اللهم سقيا رحمة لا سقيا العذاب ولا براء يو يالا يالا نغني نندل تسي يرماني تبني نندل تسي مبوغن اكتي اي براء دون دمي بندخ مبري ويقول دانا وخ إذا كسر المطر وقيف من حد درارة دون دخ مبري مرقلتي نيجي دانو أو جرق لب أك أي نت مدادي دادي نانا برم بنا اللهم ها ولينا ولا علينا اللهم على الأكمام والبطون الأودية ومنابط الشجر لمي تكبوا يو يالا يالا نغا دمي ندخني تبول نيو دمي يالا نغا يوب ندخني تي كمبوتي تموي دنغا كو دومي نغا خمني مو أمتي مينيتي غانتاخ دي nga yobou ndox mi ci bir khuri wala nga yobou len ci gantax gi nga xamne moy sax lolo la dan wax bal wa adamu anna qad ana faqadul matri dun wa kham len ne ñak ak taw bi ja'aluhu allah azaban yuhlik bihi man yasa'u wa yudammir bihi ma yasa'u de nga ko bon su asaman ci tawut bobu lolu ci loxol borom bi la nek mom mo kay xaraje ay jaamam ci kuko neex mo kay dengo ko mbugale ay jaamam dengo ko de minal madanin ci rew yi wasarajin ak ko wa musharin ak mbaymi wa qad ja'alahu allah al matru rahmatan yuhyi bihi al ard ba'da mawtiha borom bi subhanahu wa ta'ala defna taw mu nek yermande ba pare da fay dundul suuf gëna bu ko raye bal wa hada dalil ala qudrati allah alladhi yasrifuhu kayfa yasha'u bon li tektal la ci katanal borom bi subhanahu wa ta'ala nem bir mi ci loxom la nek mo koy soppar mi ko ko nexe kama qala ta'ala huwa alladhi arsala riyaha bushran bayna yaday rahmatihi wa ansalna minas sama'i ma'an tahuran linuhya bihi baldatan mayitan wa la baldatan tayyiban wa nusqihu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kathira bon yefi ci loxol borom bi subhanahu wa ta'ala la nek mo ñu wax ci alquran mom yalla moy yebal ngelaw de nga ko begal doom adama ci digeenti li nek ci karama mu nek yermane mu wacce ci ngelaw lolu am ndox mu bayiko ci asaman ngir mu labal lepp lo xamne dafa salté won dafa tilimon gis nga du taw bi ñewé ni mi démé mbolem salté yo xamne lo tona ci doom adama mu démé lim ci djublu moy mu dundal de nga suufam si téel ko nandal ci djuram gi nga xamne ñi ngi naane ci all bi waye nandal ci tim ay nit yo xamne aajo won ndox mom bon wa hadha li ma yajibu alayna al ihtibab li kan mo waral ñu xalaat ci wal ilhas ñu waro ci wa tawbatu ñu tuub ila allah jam ci borom bi subhanahu wa ta'ala nima nahnu fihi ci ni ñu nekke li ala yahall bina ba nga xamne du wacc ci ñun muslima alla bihim kam la waccion te xed wa fasihon fa innal ma'asinaka mo yalla nak tojibu da fay waral sawadu na'ami dindi ay xewal wala zulal naqami ak wacce ay mbugal wa qarabu diyar ak rapat ker bon wa na'nu yur kama la yakhfa ala jami'a amul len lu nebu ci ñoon ta ja'alna fi dinina lulul tayal nañ ci suñu diine ji wa ahlilna ay ajanib al amr bil ma'ruf wa nahy an al munkar tayal nañ yokat nañ ci walla digle lu bax tere lu bon hatta fi buyutina ba ci suñ keri takazalna ala aba'i salat tayal nañ sax ba munatu ñoo jox ay julli ta'amul al kadir ana nañ lu bari mina ci ñu bari ba wa raswatun ak li ñu tudde ngar fexé ba jënd waaji mu wax lu wërtu wala wax wala mu def lu wërtu wala def wal fujuran ak ay katchor kazara barina at taswirin werante li ñu tuddé débat dañ ko ko tok ci télévision yi wala ci grand place rek di débat di wax ci lo xamné daf lay tardel dañ ko ta dara ne ku ci deug yemuñ ci waya tabarraja kaseerun min an-nisaa'i bi sinati wa kharajna ila jawlan bu ñëk ila suuq lañ waxoon waye tinne amul ben jigen bo xamne defar na aw yaramam bam xolleku mu genn na la bangi dem ci marché ba mom ngay day genn di wër rek kër gu nek mu dem bon da fay def jawlan kasiyatin hariyatin mu nek ño xamne
dengo ko dañuy génné seen awara dengo ko raflé dengo ko té sol nañ yëru yu baax waye nañ kay ñawé modul baax luñ ci djublu moy moy seen yaram pour génn waqalatu huma ha'ilihim wa maharimihim ñi jaxaso nak seen fami ak ñi nga xamné dañu harmanté ak ñom ñi jaxaso ak ñom dengo ko bi ismi shayqin wa qadimin ci turu seen jidi ñi andal ak ñi liggéey ak bon mu melni imam ñoo la ñu jémalé fofu suñu kaddu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعل صلاة جمعة من أعظم أحياد الإسلام والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما وشهادة ثلاثة الأيام فهي في أقف قراء والمزاكن بمنزلة بيت الله حرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده الذي اصطفى ولكافة خلق أرسله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الحر المعجلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين وتابهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة ما يعلم أنه تعالى يسمعه ويرى واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار وأخرج البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راى إلى المسجد فكأنما خرب بدنه ومن راى في الساعة الثانية فكأنما خرب بقرة ومن راى في الساعة الثالثة فكأنما خرب كبش نقرا ومر في الساعة الرابعة فكأنما خرج دجاجة ومر في الساعة الخامسة فكأنما خرج بيضة
فإذا خرج الإمام أدرت الملائكة يستمعون ذكر. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، توبوا إلى الله تعالى قبل أن تموتوا، وبادروا بأعمال الصالحات قبل أن تثقلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم الله فكثرة الصدقة والذكر ولا ترسقوا وتنصروا وتجبروا. واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقام هذا، في يوم هذا، في شهر هذا، من عم هذا إلى يوم القيامة. فمن تركها في آياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جاعل استخفافا أو جعودا بها فلا جمع الله صمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا صوم له، ألا ولا حج له، ألا ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة وابن عمر أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لئن تين أقوام أو يدعوا الجمعة أو ليحتمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من القافلين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك جمعة ثلاثة كتب عند الله منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل. وفي رواية: من ترك جمعة ثلاثة جمع متواليات فقد نبست إسلام وراء صحره، فعليكم بامتثال محمورات واجتناب منيات، ولا تقرنكم الحياة الدنيا فإنها متاع قليل أما قليل اليحنى، والآخرة خير وأبقى. قال تعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتصرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعشرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. الحمد لله الذي أمرنا بتقوى وابتغاء الوسيلة وعدنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة، أمرنا أمرا بدا فيه بنفسه، وصلنا بملائكة قدسي، وصلس بالمؤمنين من جني وإنسي، وقال تشريفا لنبي وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وفي رواية: ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله عليه ألفا، ومن صلى علي ألفا ساحمت كتفه كتفي على باب الجنة. فعليكم بإكثار من الصلاة على النبي شكرا، تجدوا ذلك عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك كنبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاطل ما علق والقاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أقر قدري ومقدار العظيم. ورضي الله عن صحابتي وخلفاء الراشدين الهادين المحتدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنور وعن سراج أهل الجنة الناطق بالصواب شهيد المحراب أبي أسفن سيدنا عمر بن الخطاب وعن منفق أموال فرد الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن باب مدينة الملز بن غالب أبي أسن سيدنا علي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت إلى العلا راقية اللهم انظرنا بهم وانظر من نصر الدين واحصل من قصل المسلمين اللهم أهلك من كان في علاته رعة المسلمين ودمر أعداء الدين وجعل أموالهم وزرارهم قنيمة للمسلمين واكتب السلامة وعافية لجميع المسلمين ونجينا من كل بلاء وربا وهلا وتعاون وزنا ووباء تحير من جميع ذلك بلدنا قاشة وبلاد المسلمين عامة واغفر لنا ولوالدينا ولأشياقنا ولمن سبقنا بالإيمان والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفع عنا الجهل والجوع والعري اللهم أسقم بلادك وارحم عبادك وانصر رحمتك وعي بلدك معيب اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا وارسل السماء علينا مدرارا اللهم أسقنا القيس ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنبت لنا به شرعا وعدر لنا به درحا وانفعنا الجهد والجوى والعريا اللهم سقيا رحمة الله سقيا عذاب اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم أنزل في أرضنا بركتها وزكناها وارشقنا وأنت خير الراسقين اللهم ارفعنا الجهد والعوية وانفعنا من البلاء ما لا يكسبه خيره اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأحياك عيسى بعض موتى لقومه وبالمس نال الأسقمون كذا الشفا لموسى مياه من رخام تفجرت ومن كف خير الخلق سال ونيفا.